مصطفى يعتبر المعلم الجديد أو المنطقة الرائعة جداً في مدينة طرابزون. مصطفى تشتهر بحديقة الشاي المعروفة وبممشى مصطفى التراس الجديد اللي بنوه في منطقة مصطفى. داون تاون طرابزون قريبة من هذا الموقع. موقع استراتيجي بنصور فيه اليوم دوبلكس رائع بسعر خيالي بسعر شقة. دوبلكس جميل دورين بإطلالة رائعة جدا على الطبيعة وعلى البحر. الخدمات اللي موجودة داخل المجمع: مسبح مفتوح بالإضافة إلى مواقف للسيارات، كاميرات مراقبة، جلسات عائلية، وما ننسى أيضاً موجود سيكيورتي نظام 24 ساعة على مدار الأسبوع. والشيء الأميز أنه بالقرب من هذا الموقع ميدان مصطفى المعروف في حي مصطفى. يعني عندنا ميدان مصطفى بالإضافة إلى ميدان طرابزون كمان قريب من هذا الموقع. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر عن الدوبلكس الجميل اللي مصور لهذا اليوم، إطلالتها ومساحتها. تفضلوا معنا. وصلنا جماعة الخير الدوبلكس. الدوبلكس في الدور 13. في كل دور جماعة الخير 4 شقق ومصعدين. الدوبلكس اللي مصور اليوم 3 غرف وصالة بالإضافة إلى تراس، وعندنا مستودع. نبدأ مع بعض الدور الأول. أول ما ندخل من الشقة على طول نقابل الكوريدور والدرج المؤدي للدور الثاني. عندنا يمين هنا الصالة، وعندنا هنا دورة مياه والمطبخ، وتحت الدرج لو أنتم تلاحظوا مظبطين ديكور جميل، مخزن خاص للشخص اللي بيتملك. نبدأ مع بعض الشقة بالغرفة رقم 1. أول ما ندخل يواجهنا عندنا دورة المياه، نشرحها مع بعض بعد ما نطلع من الغرفة هذه. غرفة رقم 1 لو تلاحظوا لها حمام خاص فيها بالمروش تبعها. مساحتها جاية 3.5 في تقريبا 5.5 أو 6. الغرفة هذه جاية على شكل طولي، أرضيتها باركيه، ألوانها جدا جميلة، وإطلالة الغرفة هذه إطلالة جدا رائعة، إطلالة البحر والطبيعة والخضار اللي بنشوفه، خضار الجبل جدا رائع. نسيت أقول لكم يا جماعة الخير إنه المنطقة واصل لها الغاز الطبيعي. السعر يعتبر سعر مغري جدا، دوبلكس بسعر شقة. تعالوا نشوف بعد ما شرحنا الغرفة رقم 1، نطلع من الغرفة هذه نشوف على طول يميننا منطقة خاصة بغسالة الملابس، منطقة مخصصة بهذا الشأن. السخان فوق، أو حاليا ما دام وصل الغاز الطبيعي يتركب الكومبي، وعندنا هنا الغسالة. يسارا هنا على طول الحمام الرئيسي للدور ككل. عندنا مغسلة وراء الباب، عندنا كلوزيت والمروش، مساحته جيدة، مساحة دورة المياه هذه.
دخلنا من المدخل، شرحنا الغرفة الأولى مع دورة المياه. تعالوا مع بعض نشوف الصالة. أجمل ما في الشقة الصالة الرائعة الكبيرة. يسارنا مدخل خاص للبلكونة، وأمامنا واجهتين، الواجهتين إطلالتها الرائعة جدا على البحر وعلى الطبيعة. يعني إطلالة الغرفة الأولى والصالة إطلالة جدا خيالية على الطبيعة وعلى البحر. مساحة الصالة مساحة جيدة وممتازة، التدفئة المركزية موجودة. تعالوا نطلع للبلكونة التابعة للدور هذا نشوف إطلالتها الجميلة. بلكونة الدوبلكس لها مدخل من جهة الصالة وأيضا من جهة المطبخ، نشرح يوم نكون في المطبخ. البلكونة جاية على شكل تقريبا حرف زد، إطلالتها جاية إطلالة على الطبيعة ومن الجنب جزئية على البحر. فعلا إطلالة رائعة جدا، بنشوف خضار الجبل وبنشوف إطلالة الطبيعة أيضا. في قسم من هذا المكان موجود أيضا أماكن تصريف الماء، إذا قفلناها نقدر نتحكم بتكفيل البلكونة. الجزء هذا نقدر نخليه جزء خاص من جهة البلكونة، والقسم الآخر نقدر نخليه مفتوح، لأن حرية الاختيار نخليها مفتوحة أو مسكرة. بعد ما شرحنا البلكونة من جهة الصالة، تعالوا نشوف مع بعض المطبخ. المطبخ يا جماعة الخير، مساحة المطبخ مساحة رائعة. المطبخ جاي جهة واحدة للبلكونة ككل، مساحة كبيرة، إطلالتها الرائعة إطلالة الطبيعة. دواليبها نوعية جيدة وممتازة، ما نقدر نقول إنها سوبر ديلوكس بس نوعية ممتازة. الرخام رخام طبيعي، جاي مساحة كبيرة كاملة، كله مكان المجلى ككل، أماكن الأجهزة الكهربائية مرتبة، مرتبة هنا بديكور جميل، طاولة سفرة، يطلع المطبخ بيرفكت. طلعنا من المطبخ، زي ما قلت لكم إنه تحت الدرج في مخزن نقدر نحط حاجياتنا الخاصة في هذا المخزن الصغير ونرتبها بترتيب جميل. قبل ما نطلع الدور الثاني، عندنا هنا دورة مياه خاصة بالضيوف. دورة المياه الخاصة بالضيوف بنظام أرضي، لو تلاحظوا أدوات الصحية المستخدمة مع السيراميك ألوانها متناسقة مع ديكور دورة المياه والأبواب، يعني تنسيق جميل. شرحنا مع بعض يا جماعة الخير، الدور الأول موجود فيه صالة وغرفة مع مطبخ ودورتين مياه مع دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الأولى اللي موجودة في رقم واحد، بالإضافة إلى المستودع مع البلكونة اللي شرحناها. هذا إجمالا تفاصيل الدور الأول. تعالوا مع بعض نطلع الدور الثاني نشوف الشيء اللي موجود. شرحنا الدور الأول، دحين وصلنا الدور الثاني. أول ما نطلع من الدرج نواجه عندنا غرفة على اليمين وغرفة على اليسار ودورة مياه، والمنطقة هذه المفتوحة نقدر نقول إنها منطقة زي فكرة بلكونة، يدينا إطلالة على الدور اللي تحت، ومن الجهة الأمام زجاج كامل تدينا إطلالة رائعة جدا على الطبيعة. تعالوا نشوف الغرفة رقم واحد في الدور الثاني. الغرفة هذه يا جماعة الخير مساحتها أكبر من الغرفة اللي تحت، نقدر نخليها ماستر رقم واحد، إطلالتها على الطبيعة، ونرتب تفاصيل الأثاث بالطريقة اللي تعجبنا، مكان السرير، وعندنا هناك مكان خاص بالدولاب، وهذه الإطلالة الرائعة جدا بالغرفة رقم
واحد للدور الثاني. طلعنا من الغرفة الأولى غرفة الماستر رقم واحد، نواجه هنا الحمام الرئيسي للدور الثاني. دورة المياه الرئيسية لو تلاحظوا مروش كبير، بالإضافة إلى المغسلة الكبيرة، مساحة دورة المياه مساحة جيدة. شرحنا غرفة الأولى الماستر واحد، تعالوا نشوف الماستر رقم اثنين. الماستر رقم اثنين مشبهينها بالصالة اللي تحت، يعني يعتبر فوق الصالة بالضبط. عندنا هنا واجهة على الطبيعة، واجهة هنا أمامية على البحر، مساحة كبيرة نقدر نخليها ماستر رقم اثنين. نرتب ترتيب الأثاث بطريقة ممتازة، أرضيات باركيه وشقة أو دوبلكس جدا رائع بهذه المساحة. مساحة 220 متر مربع لدوبلكس دورين، واصل فيها الغاز الطبيعي في منطقة بوستيبا في الداون تاون، يعتبر شيء رائع. والأروع من كذا أنه إطلالة الشقة أو إطلالة الدوبلكس الجميل. بعد ما شرحنا يا جماعة الخير الدوبلكس الجميل وشفنا الإطلالة الرائعة من الدور الأول والدور الثاني، وأعطيتكم تفاصيل كاملة عن الدورين، أرجو يكون الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا أيضا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.